الإصلاحات التي بدأت حكومة أستاذ عبدالله بالكلام، وتدري هذه الحكومة أن تسهم من موقعها في تعزيز بناء الديمقراطية ديال بلادنا باش تقدموا إلى الأمام لا أن نتراجع إلى الوراء. الأمر الثاني، إخواني العمال أخواتي العاملات، إخواني الموظفين أخواتي الموظفات، هنيئا لكم بعيدكم. لا يخفى عليكم أن الحكومة السابقة لأستاذ عبدالله بالكلام قامت وقدمت أجلكم شيء الكثير من الإجراءات ومن البرامج مما علمتموه، وذكروا السي عبد الله الحلوطي، وهذه الإرادة ما تزال متواصلة وقوية مع الحكومة الجديدة باش يمكن تعزز التفات إلى الفئات الاجتماعية، وعن تنهض بالوضع ديال الموظفين والموظفات ديال العمال والعاملات، لأن الموظفين ديالنا والعمال ديالنا أداة أساسية ديال البناء الديمقراطي، ديال إنتاج التنمية، ديال إنتاج الثروة، ديال تعزيز التماسك الاجتماعي. فلا يمكن إلا أن تكون طبقتنا الشغيلة في قلب السياسة العمومية والقطاعية. هذا تحدي مطروح أمام حكومتنا، وإن شاء الله سوف تنجح في هذا الرهان. النقطة الثالثة، إخواني المواطنين أخواتي المواطنات، إن حزب العدالة والتنمية إذا كان عاش هذه المرحلة بصعوبة وبألم، لكنه لن يتراجع ولن يستسلم، لأن الحياة هي مكابدة، هي مدافعة، ولكن كما عرفتموه سيبقى حزبا مساهما في الإصلاح في هذا البلد، سيبقى وفيا لأطروحته لتعزيز الشراكة باجل بناء الديمقراطي مهما الذي كان في السابق. احنا في هذه بلدنا وهذه الدولة ديالنا وهذه المواطنين ديالنا لن نتخلى، لن نتراجع من مواقع الى سوف نواصل، وحنا عندنا الثقة وعندنا الامل في الله تبارك وتعالى وفيكم ايها المواطنين، لاننا من موقعنا رئاسة الجماعة الترابية وفي الحكومة غادي نساهموا مع الشركاء ديالنا في إنتاج التنمية والدفاع عن قضاياكم ومحاربة الفساد حسب ما تسمح به المرحلة بطبيعة الحال. ولكن هذا الموقع ديالنا في الحكومة وفي الجماعة الترابية الأفضل لبلدنا ولمواطنينا من أننا كنا اخترنا اختيار آخر لا قدر الله. في ذلك إخواني المواطنين وأخواتي المواطنات، العدالة والتنمية غادي تبقى مستمر في النهج ديال الإصلاح في هذا البلد، لن يتراجع كما قلت ولن يتخاذل، وهو في هذا يتعاون مع كل الشركاء الديمقراطيين، مع كل أبناء هذا الوطن الصالحين والمصلحين، وسيساهم بصفة خاصة من هذا الموقع للتدبير الشرعي العام في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. سنواصل إخواني الكرام أخواتي الكريمات الاستجابة لثقتكم الغالية التي وضعتموها في العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة. هذه الثقة الغالية لن نخونها إن شاء الله، سوف نستمر لعن الله من جهد، والثقة ديالكم هي عربون ودعم على أن نواصل في كل مواقعنا الاستجابة لانتظاراتكم إن شاء الله، ومع ذلك على الله بعزيز. رابعا، حزب العدالة والتنمية، إلى كلمة العدالة والتنمية ما أعرف هالشي اللي قد يوقع في المخاط الصعب والعسير، لكن تيقول يا إخوتي الأخوات بأن حزب العدالة والتنمية حزب قوي، حزب متماسك، حزب موحد، رغم الاختلاف اللي يمكن يكون بين أعضائه وقياديه، رغم الحراك الداخلي، هذا دليل صحة وعنوان حياة. والعدالة والتنمية بمنهجه، بقيمه، بمبادئه، بمؤسساته، إلى أقفال الكبوة ليست هي النهاية، سوف يستمر قويا، يستمر ناجعا وفعالا في القيام بالدور ديالو لطوف المرحلة
إلى جانب كل الأحزاب السياسية وكل الفاعلين وكل الغيورين. في ذلك العدل والتنمية إن شاء الله سيبقى بما ذكرته لكم. وإذا كان من نصيحة العدالة والتنمية لأعضائه ولمسؤوليه أن نحافظ جميعاً إخواني أخواتي على منهجنا وعلى مبادئنا وعلى قيمنا التي بها رفعنا الله والتي بها عدنا المكان عند الشعب المغرب والحمد لله. فيزيد جميعاً نحافظ على هذا الشيء، لأننا إذا بقينا هكذا غادي نبقاو إن شاء الله إلى جانب الخيرين الآخرين عنصر قوة لبلدنا وعنصر إصلاح لبلدنا، وسنكون نافع إن شاء الله لأننا نريد الإصلاح لبلدنا ولأمتنا. ختاماً إخواني الكرام أخواتي الكريمات، إن الإصلاح أمر صعب جداً لكن ماشي مستحيل. تعترض في بعض المراحل صعوبات وإكراهات، ولكن مثل الماء لا توقفه الموانع والحواجز. يجب المواطن والمواطنات والفاعلين، كل الفاعلين في بلدنا الغيورين، أن نستمر جميعا يدا واحدة في تثبيت مكتسبات بلادنا الديمقراطية، في تعزيز مسارنا الديمقراطي، في أن نحافظ على صورة بلدنا وعلى نموذج بلدنا المشع في العالم. هذا المركب نركبه جميعا، فلنحذر أن يكون خط من واحد من جانب واحد منا، لأن هذا بلادنا، هذه الدولة ديالنا، هذا الشعب ديالنا. وإن شاء الله إذا كانت سياسة حيات في المرحلة السابقة يجب أن تبقى حية، والحياة ديالها أساسا بالمواطن. يجب على المواطن والمواطنة يبقوا حاضرين بقوة بفعالية، مهتمين بالشأن العام، متفاعلين معاه، ينتقدون، يعاذرون، يقترحون، يعني يبقى الصوت ديالهم يعلو ولا يعلى عليه، باش يبقى عندنا ذاك الشعار الذي اعتزه الربيع العربي، الشعب يريد. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.